مساء الخير على الأساتذة الأفاضل في هذه الندوة أو الجلسة السينمائية على ما أعتقد يعني الأولى في اتحاد الأدباء أو سابقا فما أعرف. فهذه الجلسة السينمائية طبعا مستضيفين الأستاذ عباس خلف، الأستاذ السينمائي الذي تخرج من معهد الفنون الجميلة عام 1974 ولديه الكثير من المؤلفات سواء كانت القصصية أو الروائية. في هذا اليوم سوف نتناول طبعا هو عنده في مؤلف جديد تحت الطبع باسم تحولات السرد في الخطاب السينمائي. هذا الموضوع حنرجع تاريخيا لا تاريخ السينما منذ تأسيسه عام 1895 على يد الأخوة لومير، ثم أنتجوا أفلام على ما أعتقد يعني أفلام لا تتجاوز 7 دقائق في هذه المجال. ثم بعد الأخوة لومير جورج ميليه اللي أنتج الفيلم رحلة إلى القمر 1902 اللي هي بذرة السيناريو دخل في هذا المجال. طبعا الروايات أو الأدب بشكل عام، الأدب بشكل عام متصل بجميع الفنون. لو مثلا في المسرح أو الفنون أو الرسم أو النحت أو جميع الفنون بمختلف جوانبها. عندما ظهر الفن السينمائي الفن السابع على يد الأخوة لومير بدأت الاقتباسات تؤخذ من الروايات العالمية، مثلا على سبيل المثال رواية الأخوة كرامازوف مثلا أو أحدب نوتردام أو البؤساء لفكتور هيجو، بالإضافة إلى الروايات العربية لإحسان عبد القدوس لنجيب محفوظ لآخر شيء مثلا 2007 أعتقد على ما أعتقد اللي هي عمارة يعقوبيان اللي هي إنتاج مصري روائي مصري. للأسف طبعا إحنا عندنا السينما متخلفة جدا في العراق، إنتاجنا قليل بالرغم من حتى الثورة في السبعينات أو يعني من الستينات السبعينات إلى الثمانينات انتجوا 100 فيلم طويل، ولكن الآن هناك ثورة في السينما العراقية لكن بجانب القصير الروائي القصير. يعني حتى هذه المهرجانات أعتقد من 2009 اللي هو كان مهرجان بغداد الدولي الأول ولكن الآن أغلق بالرغم من بعض المحاولات الموجودة عندنا هنا بالنجف أو بكربلة أو بالبصرة أو في الشمال. فندعو الآن الأستاذ عباس خلف للحضور إلى المنصة ليتحدث لنا عن التحول السردي من التحول السردي إلى السينمائي من اللغة الأدبية إلى اللغة السينمائية. فأهلا وسهلا به. أهلا وسهلا بك أستاذ. الله يسلمك. أيها الأحبة، أيها الأصدقاء، أسعدتم مساء. في البدء لابد أن نشكر اتحاد الأدباء والكتاب على هذه الاستضافة الكريمة، وبالأخص نادي السرد أن يهتم بالسينما وأن يفتتح موسمه هذا الحالي بهذه الأمسية. والشكر موصول للأخوة الحضور الذين نتمنى أن تكون هذه المحاضرة وترتقي إلى مستوى الأذواق. أيها الأحبة، أيها الأصدقاء، كما يعرف الجميع السرد هو المنطقة الذليلة التي يحتاجها الفن السينمائي
كذلك يحتاجها الفن الروائي لكي يجد كل منهما أدواته التوصيلية في هذا المجال. جيرار جينيت في تعريفه لعلم الساد يقول: هو ذلك الخطاب الذي يكون مكتوبا أو شفاهيا. أجهل شيء أهم أو يمكن أن يكون إضافة إلى هذا الموضوع، لأنه ليس فقط المقروء أو الشفاهي هو من يدخل في منظومة السرد. كما هو معروف، السرد هو عبارة عن حكي روي قص، فإذا هذا ممكن أن يحصل أيضا في مجالات أخرى. وكما قال الجرجاني في السابق يقول عن المخيال أو الصورة داخل المخيال: هو ذلك البعيد الوحشي المختلج في النفس المكنون في الصدر، ذلك البعيد الذي ينقلب باللفظ إلى ذكر. فإذا الصورة البلاغية ذات قيمة بإمكانها أن تتحول إلى صورة. ولهذا حتى في مجال الأدب عندما نعثر على قصيدة أو شطر من قصيدة ليس فيها صورة، أعتقد على أنه لا تفي بالغرض ولا يمكن أن تصل إلى الذوق العام. فإذا الصورة هي تحمل هذه المضامين ضمن علاماتها وضمن دلالاتها التي تمنحنا الرؤية وتفسح مجال للتأويل. المنظر السينمائي أضاف عبارة: وما لم يقال. إذن أين ذهب المنظر السينمائي؟ ذهب إلى اللوحة. بعض الأحيان نشاهد الكثير من اللوحات، وعلى سبيل المثال لو أخذنا لوحة غرونيكا لبيكاسو، فنجد أن هذه اللوحة نرى فيها مصرع لوركا، كذلك نرى فيها الجلاد فرانكو، نرى أسبانيا في حالة إعصار. فإذا الصورة لا تتكلم، ولكن من يتكلم هو من داخل الصورة. لو ذهبنا إلى الفجوات التي اعتمدتها المعمارية زها حديد، فنجد هذه الفجوات هي عبارة عن فضاء من الانحناءات التي هي مشبع بها التراث الإسلامي، فتبدأ من أولمبيات باريس وتنتهي في ساحة الحرية في نيويورك. الخط المعماري هو من يتحدث ولكن بصمت. فإذا البعد الصوري أو البعد البؤري للصورة فممكن أن يكون هو من ينقل لنا الحادث أو ينقل لنا الخبر بصمت. وهذا ما دفع أيضا في تعدد الحكاية عند بروب أكثر من 52 اتجاه للقص أو لتعدد الحكاية العجائبية والغرائبية والخرافية والأسطورية، وذهب بنا أيضا إلى الرمز، إلى رمز الصور في داخل الكهف، الكهف الذي نبهنا عنه جيل ديلوز حينما قال: هناك كلمة داخل الكهف على الباحث وعلى السينمائي وعلى الفنان أن يخرجها من داخل الكهف. وهذا ما يذكرنا بمثل صيني سابق يقول: الكلمة اللقطة الواحدة تعادل 1000 كلمة. إذن هناك رموز داخل هذه الكهوف ممكن أن ترينا عالم كامل، وعليكم السلام، عالم كامل من الأشياء ولكنها هي عبارة عن تحولات. وكذلك الآن في استخدامات الفيسبوك على سبيل المثال، بعض الأحيان بينك وبين الزميل الآخر تستخدم طريقة الأيموجي
أي بمعنى أنك تختار بعض الصور للإجابة عن بعض الكلمات وليس الكلمة. فإذا كل هذه حملها المنظر السينمائي وانتقل بها إلى مرحلة أخرى وهو مرحلة جاكوبسي عند الرسالة المرسل والمرسل إليه. إذن أكو سارد وهذا مقابل هذا السارد أن يكون له وجهة نظر. فإذن كل صورة ماذا تحمل؟ تحمل حكاية. الحكاية ماذا تحمل؟ تحمل وجهة نظر. إذن هناك استراتيجيات للحكي وللمروي لابد منها أن يتمتع بها المؤلف أو الكاتب أو السينمائي لكي يعلنها أمام المشاهد. ومع كل هذه التيارات لدينا أيضا مجموعة من الاتجاهات داخل السينما. السينما لو أخذناها في نظرة نجد على أنه السينما حسب يعني رأي أغلب المهتمين والمشتغلين في عالم السينما قسمت إلى قسمين. قسم تبني رؤيتها على ضوء النص الروائي وما سميت بالتشابه والتطابق ومنحوهم فترة. هذه المجموعة كانت تعتمد على الروايات المعروفة، على الروايات الأكثر انتشاراً، على الروايات اللي هي تكون أكثر تأثيراً بالقارئ. ومثلت هذا النموذج مجموعة من الروايات سواء عالمية أو عربية. ولو نأخذ على سبيل المثال رواية الشيخ والبحر، هذه الرواية كتبت عام 1951 في هافانا، أخرجها جون شتراوس عام 1958. تتحدث عن سانتياغو. من هذا سانتياغو؟ سانتياغو يواجه أقدار مجهولة ويرافقه طفل. هذه المواجهة ماذا كانت تحمل في طياتها؟ فلسفة البقاء، فلسفة الحضور، هذا الصراع المرير بين وبين البحر المنهك من أجل ومن خلال سنارة طبعا للحصول على سمكة، والسمكة كبيرة أكبر من السنارة وليس شبكة، شبكة الصيد. يحاول أن يسحبها والطفل مستغرب، هل بإمكان هذا الشيخ بإمكانه أن يسحب هذه وإلى متى؟ يعني عيبها اللي تروح يا أخي. ولكن هذا الجهد وهذا الإصرار أيضا يمر بمحنة أخرى. سمك القرش الذي يسبح في فضاء وهذه لحمة طرية أمامه فيظل ينهش بها إلى أن هذه السمكة تصبح عبارة عن سنسول، عن هيكل عظمي، ومع ذلك يفرح سانتياغو. يضعها على الجدار إلى أن الطفل يباوع لها هالشكل، يقول أصبح سانتياغو رجلا قديما إلا من عينيه اللتان يشبهان زرقة البحر يشعان لمعانا. هذا هو عثرنا عليه بالنص. ماذا أضاف جون شتراوس؟ هذه الفلسفة التي عاشت داخل النص هي نفسها انتقلت إلى عالم السينما. المثل الآخر اللي أود على حضراتكم أن أطرحه هو كتب أحد كتاب جنوب أفريقيا ألان باترون، أبكيك يا بلدي الحبيب.
الإخراج أخرجه زولتان كوردان، هذا هنغاري. طبعا الصراع ما بين الأبيض والأسود معروف في جوهانسبرغ، هو لم يتحدث عن هذا الصراع بل ذهب إلى مشكلة أخرى. قس تأتيه رسالة من الكاهن للحضور في جوهانسبرغ، يحضر هذا القس. لما يحضر هذا القس ينطي مخطط المن لعائلته، فيبدأ بالبحث عن هذه العائلة، عائلة هذا القس، فيجد ابنه أو ابنه، يجده قاتل ومرتبط بعلاقات سيئة ما شابه ذلك، ومحكوم عليه بالإعدام. فيطلب من القاضي أن يفسح له المجال للزواج من هذه الفتاة لكي يتبنى بعد ذلك بعد الإعدام الطفل، ثم يذهب إلى أخيه القس الآخر، يجده مرتبط بغانية. يذهب إلى أختي، يجدها مرتبطة وفاتحة بيت كذا، فيقول إذا ذهب الإيمان فمن يعيد لجوهانسبرغ رونقه. هي نفس الفلسفة اللي موجودة داخل هذا الكتاب أبكيك يا بلدي الحبيب. زولتان ما أضاف شيء، هي نفس الفلسفة نقلت إلى السينما. فهنا لاحظ على أنه وكذلك لو أخذنا عربيا قصة غسان كنباني رجال تحت الشمس، مصير كل من يخرج من داخل فلسطين مصير الموت. فنلاحظ على أنه توفيق صالح ماذا فعل في الفيلم؟ هم مجموعة اشتهوا أن يشتغلون خارج فلسطين للعمل للربح في الكويت، يموتون جميعا داخل السيارة الحوضية نتيجة الحر وما شابه ذلك. فإذا الموت الزؤام يلحق من يخرج من بلده. فإذا المعادلة الفلسفية داخل النص لم يستطع المخرج في لحظة التشابه والتطابق أن يخرج من هذا الإطار. ولهذا ظهرت طبعا بعض التيارات، ومن ضمنها ظهر مجموعة من يقول على أنه هناك السينما المشوبة. السينما المشوبة يقصدون بها على أنه هذا التطابق طبعا لا يمكن أن يستمر. إلى متى تبقى السينما تحت أيديولوجية الخطاب الروائي؟ لابد أن تكون هذه السينما هي حاضرة بقدرتها بقوتها بتأثيرها يعني بعالمها. ولهذا ننتقل إلى لحظة الاقتباس. في مرحلة الاقتباس نجد بحكم أغلب النقاد، طبعا احنا نتطرق الآن لمحة تاريخية عن هذا الموضوع، أغلب النقاد يقر بأن رواية القيامة الآن لكومبالا هو أفضل اقتباس في العصر الحديث. ماذا فعل كومبالا؟ الكل يعرف رواية قلب الظلام لجوزيف كونراد. قلب الظلام هي تتحدث عن شخصية أبولو، عن رحلات الاستكشاف وما شابه ذلك في أفريقيا، وعلى وجه التحديد كومبالا كمبوديا. فهناك يتعرف أبولو على تاجر عظام العاج اسمه تشارلز، هذا يستغل السود إلى أبعد حد، يستنزفه فيقوم بتحريض أغلب العبيد اتجاه هذا التاجر. الرواية قلب الظلام، و دعونا أن لا نتحدث عن تفاصيلها أكثر من هذا. نذهب إلى
كومبالا ماذا حدث في داخل هذا الاقتباس؟ عام 1974 دخلت أمريكا بكل ثقلها في فيتنام، ما حاولت تقسيم فيتنام وإنما حاولت استيعاب فيتنام، بحيث أي إنسان يتحدث بوطنية وبروح وطنية هو يسحب، يتحول اسم أبولو إلى بنيامين، يؤخذ مجند للحرب في فيتنام، فيجد التاجر الذي سميناه شارلز فيجده عقيد، أصبح عقيد، والعقيد أيضا يمارس نفس العتو اتجاه المناضلين الفيتناميين من تعذيب ومن قهر ومن إذلال وما شابه ذلك، وحتى بعض الأحيان تصل إلى الأعضاء الداخلية لتمزيقها. المهم يعني صراع مرير، فيقوم بقتل بنيامين، بقتل هذا العقيد ويدعي الجنون. هكذا هي الحرب، فاعتبر على أنه اقتباس كومبالا هو من الاقتباسات الراقية. شكرا جزيلا. الاقتباس الآخر المعروف عن كيراساوا هو متأثر جدا بتولستوي، ديوستوفسكي، شكسبير. فنختار لكم موضوع الأبلة لديوستوفسكي. ماذا أراد أن يقول؟ حول من حركة نفسية، لأنه ديوستوفسكي هو المعروف عنه يراقب الشخصيات نفسيا، هذا حرك الأبلة إلى احتجاجي، ساخر انتقامي، إلى أن يدعي بأنه حتى لو أراد أن يعيد حياته من جديد فإنه لا يفضل سوى أن يكون أبلة في عالم لا يطاق. طبعا أكو فيلم وأتمنى هو عراقي، وأتمنى أن يكون هو جزء من مرحلة الاقتباس، سعيد أفندي. سعيد أفندي اشتغل فيه كاميران حسني، يعني عن وعي، عندما يختار يوسف العاني أن يكون سيناريست يستطيع أن يفهم ماذا ينقل من النص الأدبي إلى النص السينمائي. القصة قصة شجار لا تتحدث سوى بضعة كلمات لا تتجاوز الصفحة أو الصفحتين عن موظف معلم يعاني من قلة الراتب وسكن، فيعوض هذا النقص بالخمر وما شابه ذلك. كاميران حسني أضاف بناء سينما، أضاف قوة سينمائية درامية، أضاف للمعلم صديق، وأضاف شخصية الخرسة إلى الإسكافي اللي هو الشخصية النت لهذا العالم. لقطة من اللقطات، كلنا يعرف حينما يذهب إلى بائع السمك يشتم السمكة من الرأس، يذهب هذا المعلم من الذيل، ولهذا أغلق العرض عدة مرات. السينما إذا لم تكن لها قوة، يعني إذا خرج من النص تحول إلى عمل سينمائي هادف، العمل السينمائي هز الحكومة إلى درجة على أنه توقف العرض عدة. أنطيك بعض اللقطات طبعا، من ضمنها طبعا إذا أريد يقول له السلام عليكم تكرمون هذا الإسكافي يرفع وعليكم السلام ورحمة الله، يعني بشي فضيع طبعا، يعني هذا الاندماء إلى درجة على أنه يخليك تحس على أنه للصورة لها تأثير لتغيير هاي عملية التغيير.
ننتقل إلى مرحلة التيارات. طبعا ذكر الأستاذ علي في البداية كانت هناك اتجاهات غريبة الأطوار. المعسكر الرأسمالي بقيادة أمريكا اللي هي تمثلها شخصية الهيرو، المعسكر الآخر مقابلة مو المعسكر الاشتراكي ومزل. كان المعسكر الألماني شي مثله يمثل التليفون الأبيض، الطبقات الأستقراطية. الألماني لا يمكن أن يضاهيه أحد في الكون. زين طيب، ما بين هذا الأسطوري اللي خلقته الهيرو اللي بعدين تحول إلى هوليود وما شابه ذلك، زين، وهاي الشخصية الأخرى الأستقراطية اللي لا يمكن أحد أن يقترب منها، فإذن هذا العالم وين متجه؟ والثنين طبعا مستحوذين على عالم السينما. فهنا بدأت التيارات تتحرك، وعلى ما أتذكر أول من افتتحت وجه هذه التيارات هو الواقعية الاشتراكية الإيطالية، موسوليني بليليني ما شابه ذلك، لأنه ذولا كانوا متمكنين ويمتلكون تجارب، خرجوا الشخصية المعروفة. قالوا ما 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 ماكو داعي أن تكون شخصية معروفة داخل عالم السينما، يعني إلا أنتوني كوين مثلا شخصية معروفة أجيب أنا أشغله بهذا. لا، هذول الناس المهمشين يحتاجون إلى ناس قريبين منهم وليس شخصية معروفة ذهنيا. فبدت الشخصية تزحزح من مكانها الأساس، فبدأوا يخلون شوف. خرج التصوير من داخل الاستوديو إلى الخارج، فإذا الشايلو وما شابه ذلك بدأ كله يعمل خارج الاستوديو، فصار نوع من الانفتاح. كراسات سينمائية أندري بازان من فتح مجلته للكتاب، من اللي كتب بيها؟ كتب بيها روائيين وسينمائيين، ومن خيرة العمالقة السينمائيين والروائيين جين ديلوز، جان ريني، آلان ريني، كلوس سيمون، آلان روبغري، تودروف، بارت، باختين. وبعض الأحيان أنا سمعت على أنه حتى أبو الوجودية سارتر أيضا كتب في هذا المجال داخل هذه الكراسات. هاي بدأت تعطي فد نوع من الوعي الجماهيري الذهني الفكري لأداة السينما ولعمل السينما، والخروج من أيديولوجية النص الروائي المكتوب سلفا لكي تقاوم الشعاعين القويين المبثوثات من الهيرو ومن التليفون الأبيض. ولهذا اشتغل عندنا نص الشاشة. نص الشاشة بقيادة مجموعة من الكتاب الروائيين وعلى رأسهم آلان روبغري. أعطيكم نموذج بسيط عنه. هذا أنطانا رواية، هو طبعا ذكر بأنه أنا أكتب النص للسينما بخلاف ما يمكن أن يكتب إلى القارئ، يعني النص الذي أكتبه إلى السينما لا يمكن، طبعا احنا نعرفه على أنه كاتب روائي معروف، ولكن لا يمكن أن يكتب كنص ذهني. اللي هم بأمريكا أطلقوا عليه الكاتب السينمائي، كاتب سينمائي طبعا، حتى عنده محاضرات حتى داخل أمريكا. فكتب لنا الوهم المخادع، اسم الفيلم العام الفائت في ماريان نيادا. ماذا يتحدث عن هذا الفيلم؟ شابة فتاة تقف على أحد درابجي، فيجي البطل يقولها أنا أعرفك وعندي سابق معرفة. هاي تستغرب، كرة فعل، منين تعرفني؟ قالها أنا أعرف السبب وأن التقينا بالفلان الكذا، بس أنت ما مركزة، فاقد الوعي، فاقد الكذا. المهم يبقى يلح عليها إلى أن يرسخ بدماغها على أنه هي تعرف. فيطلعون بالشارع، الجو مطر، يذهبون إلى البحر، في الأخير يتفقون على الزواج.
إذن هذه الحقيقة هي عبارة عن وهم كاذب، انتبهتوا؟ فإذن لا حقيقة بالحقيقة. ننتقل إلى موضوع السيناريو. صح، الموهبة لابد منها، ولكن في كتابة السيناريو لابد أن تكون هناك حرفة ومهنية. يعتمد كتاب السيناريو على ثلاثة أشياء. أولاً الكلمة، بيئة الكلمة، زمن الكلمة، وصف. الوصف داخل النص السينمائي يختلف عن الوصف داخل اللغة الأدبية. باللغة الأدبية أنت بإمكانك أن تكتب لي 10 صفحات، ولكن أنا بالنص السينمائي ما يتجاوز ثانيتي. اللهجة، اللغة بها اختزال، بها تكثيف، بها تركيز. اللغة السينمائية تختلف عن اللغة الذهنية. فإذا هنا الفرق ما بين اللغة التي هي تكتب للذهن واللغة التي تكتب للمشاهد. نأتي إلى الأيقونة اللي هي النقطة الثانية. في الأيقونة هناك تعريف، هذا التعريف حقيقة أنا شفته، يعني هو أقرب تعريف إلى تشكيلة الأيقونة في كتاب اسمه سيمولوجيا الخطاب البصري. يذكر بأنه الأيقونة هي مجموعة علامات بالنص الأدبي تبحث عن اللغة من أجل أن تصل إلى الهدف. يعني لابد أن تكون لديك لغة قادرة أن توصل ما تريد في إطار محدد. في الأيقونة مجموعة علامات هي مجموعة دلالات، يعني حركة الإيد، حركة العين، حركة الوجه بأكمله، لقطات الزوم القريبة البعيدة. فإذا كلها تدخل ضمن معايير معينة حتى تصل الفكرة. النقطة الأخيرة اللي هي الصورة. الصورة ماذا تحوي؟ تحوي الخطاب بالكامل لهذا الفيلم. وأنا أشكركم طبعا. أنا أشكركم. تساءل أثناء الحديث يعني للأستاذ عباس، بعض المنظرين اللي هم العالمين والعرب قالوا بأنه السينما اعتدت على اللغة الأدبية من خلال الاقتباسات أو التحولات الموجودة من خلال أو الإضافات الأخرى تضاف على النصوص. هذا الاعتداء، أنا بنظر يعني من قرأت هذه المعلومة، بنظر هذا الاعتداء اللي هو وصل معظم الروايات المقروءة للجماهير. بالضبط. يعني مثلا المحاربين الثلاثة أو المحاربين الثلاثة مثلا، هذه وصلت عن طريق مثلا فيلم كارتون اللي هو طرحوها عن طريق التلفزيون أو السينما. مثلا فيلم العراب اللي هو هذا الفيلم الرائع أو وصل بهذه الفكرة اللي بعض الإضافات الموجودة هي للمخرج الإضافة عن النص. فأنت أستاذ رأيك بهذا الجانب؟ أنا باعتقادي من بعد الاقتباسات ومن بعد التيارات الحديثة أصبح السؤال يتعلق بالرؤية الإخراجية. أصبح المؤلف الثاني للنص. هناك ترحيل حصل في المراحل الأولى من النص الأدبي إلى السينما، ولكن بالمرحلة الثانية أصبح السؤال هو من يتحرك. إذن السؤال يتمتع بالخصوصية، يتمتع بالفرادة. فإذن الصورة تحتاج إلى خصوصية وتحتاج إلى فرادة لكي تكون خطاب
ليس يكون منعزل أبدا. لم تحدث أي خيانة ما بين السرد في منطقتين النص الروائي والنص السينمائي أبدا، لم يحصل. كل اللي الآن اللي ذكرناه رغم الاختلافات رغم الاقتباسات نجد هناك رو، هناك حق، هناك سرد داخل هذه النصوص. ولا يمكن حتى في اللوحات، حتى في المشاهد المسرحية، حتى في الموسيقى، إذا لم تكن هناك حكاية لم تكن هناك متعة، لم يكن هناك تشويق، لم يكن هناك جمال. فإذا الرؤية الإخراجية هنا من يحتم أن يقدم لنا بعدا آخر لنصه السينمائي. فأنا هذا باعتقادي يعني، وأنا أعتبر على أنه هذا الاعتقاد هو متواضع وبسيط. هو أساسا حتى علم السيناريو، علم السيناريو لم يبقى راكد بدليل على أنه فيلم الظامئون، فيلم الظامئون أخرج جعفر علي على ما أتذكر، فيلم الظامئون طبعا هو كتب سيناريو جعفر علي، هو كتب السيناريو فيلم الظامئون. هناك كانت حركة غير موجودة في النص لعبد الرزاق المطلبي، غير موجودة على النص. لما يكتشف الماء، طبعا هي بالمناسبة تشبه الأرض، تشبه قصة الأرض مال عبد الرحمن الشرقاوي اللي أخرجها يوسف شاهين. يكتشفون الماء، هو أبدع أن تكون بنت الزائر تشبخ وين؟ فوق فوق فوهة البئر، باوة صلة الرحم وصلة الماء، ربط الماء بالرحم. هاي الدلالات، هاي الدلالات يا أخي إخراجية يعني، يعني هذا إبداع المخرج، وحتى هذه ما موجودة أصلاً بالسيناريو. آه طبعاً هاي هنا تدخل البعد والقرب والكاميرا وما شابه. طبعاً إحنا نشكر أستاذ عباس على هذا التوضيح الجميل. اللي عنده سؤال، اللي عنده مناقشة، اللي عنده فد إضافة لهذا موضوعنا يتفضل. قرأت روايتان إلى قرأت رواية، هي هاي مشكلتنا والعباس عارف أنها مفهومة وأنا مدرس عربي. المهم إلى كازانتزاكي الأولى، الأولى اسمها المسيح يصلب من أغواء المسيح الأخير، والثاني زربا اليونان. ورأيت اثنينات رأيتهم كفيلم. الأولى زوربا اليوناني وأنتوني كوين حقيقة كان إبداع بمستوى الرواية أو أعلى، ولكن المسيح إغواء المسيح الأخير حقيقة يعني شعرت أساء إلى الرواية أكثر مما هو رفع بالرواية. هنا قضية المخرج، قضية النص، شنو السبب هذا اللي صار؟ يعني قسم مثلا الأفلام ترفع بالرواية وترتفع بها كإضافة، والقسم يسيء للرواية ويخفضها. وأنا أشكركم. ليس يعقوب يعني، وإنما الرواية لإبراهيم عيسى مولانا. مولانا 2016 صح؟ هي آخر ما مثل. الملاحظ شيء واحد، أنه الناس الورقي أو المبدأ الورقي اللي هو الكاتب يأتي بعد سيناريست ثم يأتي المخرج. أنا أرى الأول له فضل كبير على الاثنين، وأرى على الاثنين سيناريست المخرج ألا يكون مهني. أستاذنا قال مهني، أنا أرى ألا يكون مهني، بل أرى أن يكون مبدع آخر سيناريست. نعم، ويأتي ماذا؟ يأتي المخرج ليستثمر المبدعين الكاتب الروائي والسيناريست. أما إذا جاء مهني فيستقرأ، أو بالأحرى يقرأ ولا يستقرأ. والطامة الكبرى طبعاً أنا بالمناسبة ما قلت على أنه أن يكون محترف. لا من فضلك. إيه أن يكون محترف. أنا أرى الطامة الكبرى في حتى في الإبداع الآن في تدريس الفنون مثلاً أو اللغة العربية مشاكل. أرى الطامة الكبرى في الاحتراف، يجب أن يكون مبدع، مبدع وليس محترف. ما لغة الموهبة؟ المشكلة أنا تمنيت أن يكون عنده موهبة. أغلب المحترفين غير موهوب. الموهوب لا يكون محترف. الموهوب يكون طفل كبير
ولا يحتاج ويبقى مبتدئ. فأرى أنه المخرج إذا كان الطم اللعنة الكبرى على المخرج، لأنه أكيد الكاتب كان كبير لأنه قدم نص كبير، وإذا كان السيناريست مبدع فأيضا يكون المخرج راح يأتي على اثنين، ممكن يقارن بين السيناريست وبين ماذا؟ والكاتب، ويرى النص لا شيء سيناريست ويحضر له أخرى عالم آخر. شكرا جزيلا. شكرا. بصديقي العزيز الأستاذ الناقد عباس خلف وصديق الأستاذ كفاح وتوت لحضورهما وتلبيتهما الدعوة. لدي سؤال. المخرج السينمائي عندما يحول السرد إلى فيلم سينمائي، هل يستطيع المخرج أن يضيف من عنده شيئا من غير الموجود في السرد أو في الرواية؟ وهل هذا يحدث شيء؟ القضية الثانية، الشاب الأستاذ علي وهو ابن صديقي وأستاذي أستاذ فلاح، في مقدمته قال أن السينما متخلفة، السينمائيون مبدعون موجودون في العراق، ولكن ولكن النظام متخلف، السينما موجود. الدليل على أن السينمائيين في الخارج بين فترة وأخرى يفوزون بجوائز عالمية، دليل على أن السينما العراقية والإبداع العراقي موجود، ولكن النظام متخلف هو الذي جعل من السينما فنا حراما. شكرا جزيلا. أهلا وسهلا بأستاذي عباس خلف بيننا. أود أن أنبه أن هذه الجلسة هي افتتاح البرنامج الثقافي لنادي السرد، وجميل جدا أن نجد بيننا الناقد والروائي عباس خلف في أولى هذه الأمسيات لنادي السرد، وكما أرحب أيضا بصديقي الجميل كفاح وتوت وهو بيننا اليوم، ونتمنى أن يجدد مجيئه كثيرا لأنه كان متواضع يعني كثير المجيء إلى اتحادنا، لا أدري لماذا. إن شاء الله السلامة والعافية. ليس لي هناك سؤال، لكن كان سؤالي الوحيد قاله الدكتور باقر هو عن إضافة النص، وأيضا أقول هل إن السيناريو اختفى من كلام عباس خلف؟ لم يتطرق إلى السيناريو، هل له قوة التأثير في التحول من النص السردي إلى الفيلم السينمائي؟ أين السيناريو هنا؟ شكرا جزيلا. المذاهب الأدبية المتواجدة عندنا احنا الدارسين في جانب السينمائي أو الفني، هل هناك تشابه بين المذاهب الأدبية في الأدب اللغة وفي السينما؟ أحبتي أصدقائي، حقيقة أي أسئلة تتحرك مهما يكون اختلافها دلال على أنه هناك تجاوب وهناك إصغاء للمحاضرة، وهذا مما يسعدنا حقيقة ويفرحنا. بالنسبة إلى سؤال أستاذ فؤاد، فاضل شريف، فاضل شريف، فاضل شريف، طبعا تعذرنا. اسف اسف اسف. يعني اعتقد على انه يعني صيغه الخطاب دائما هو مبني على ايديولوجيات. احنا يعني حتى الروايه ترى كل كتابنا لابد ان ينطلق من ايديولوجيا في كتابه موضوع، فاذا كيف اذا ينتقل الى الشريط السينمائي؟ هل نعتقد على انه هذا الشريط السينمائي بريء خارج عن هذه الايديولوجيا؟ مستحيل. فاذا علينا ان نعرف وان نميز بان اي شيء هو غير بريء، الصوره
الرواية، القصيدة، اللوحة، جميعها تحمل أيديولوجيات. وعلى الكاتب النبه وعلى القارئ والمشاهد النبه أن يبين اتجاهات ومسارات هذه الأعمال. فإذن لا يمكن لنص الروائي أو شريط سينمائي يخلو من هذا الاتجاه. طبعا هذه على السريع. دكتور رعد سيناريست، ايش بيه؟ دكتور عبد النور كان كاتب صحيح. طبعا السيناريست ليس دائما هو قائد العمل ابدا. هناك تحوير العمل برمته تحت قيادة المخرج، نقطة راس صدر. هناك دكتاتورية محببة وليس دكتاتورية قصرية، لأن العمل في النهاية هو صح عمل تضافري تنجمع بكل الفنون، فن الجرافيك، الأكسبر، الخدع السينمائية وغيرها وغيرها من المسائل، مدير تصوير، مدير إضاءة، ديكور، ولكن العمل بأكمله تحت قيادة المخرج. إذن هذا السيناريو المعد في اعتقادي هو عمل تتابعي للعمل وليس عمل نصي داخل العمل. للتفسير، يعني هذا سيناريو هو معد والفيلم سوف ينتج بهذه الطريقة، ولكن أحيانا تفرض عليك بعض الأحيان الخروج من هذا الاتجاه، هذا المكتوب، وأنت أثناء الكادر، أثناء العمل، أثناء التنفيذ. بالنسبة للدكتور باقر، هل يمكن أن يضيف إذا خرج من النص المخرج؟ طبعا أكيد بعض الأحيان يصير اتفاق ما بين المؤلف كاتب النص على تغيير بعض الأشياء، وبعض الأحيان لا، هي ما ممكن يعني، هي مكتوبة أدبيا لا يمكن أن تزرع داخل السينما. فإذا في هذه الحالة يخرج من النص. بالنسبة إلى صديقي أستاذ عدي، أين السيناريو؟ أعتقد كل هذه الأعمال اللي تحدثنا عنها هي تتحدث ضمنيا عن أعمال السيناريو، ما بين النص الإبداعي وما بين النص السينمائي هناك الحلقة الوسطى اللي هي السيناريو. هل هذا السيناريو هو القالب الذي لا يتزحزح؟ لا طبعا، هو هذا القالب الذي يمكن أن يتغير باستمرار وفق رؤية إخراجية ومدى رؤيتها إلى العالم. وأنا أشكركم. سؤالي. المذاهب الأدبية، طبعا هاي المذاهب الأدبية والتيارات، طبعا هناك مقارنة ما بين التيارات الأدبية، هل بإمكان هذه التيارات ومن ضمنها البنيوية في الستينات هل استطاعت أن تغير مجرى وفلسفة السينما؟ لا طبعا، حسب الحقائق التاريخية وجدنا هناك تداخل ما بين التنظير السينمائي. لاحظ، إيزنشتاين سينمائي منظر، فيلينيني إيطالي سينمائي ومنظر، بريخت الخروج بنظرة التغريب، يعني إذن هم أغلب الذين عملوا في السينما هم منظرين، وأحيانا يعملون في الاتجاه البحثي الإبداعي الأدبي. فإذن بدت حركة السينما تأخذ أيضا، أخذت من التكعيبية، وأخذت من السريالية، وأخذت من الرمزية، أخذت هذه الموجات، ولكن هناك تبادل ما بين الحركة السينمائية
يعني قصدي التنظير السينمائي وما بين الإبداع. يعني أكو تشابه. طبعًا. تشابه موجود. تشابه وتجاوب. الغرض منها لأنه الفن الإبداعي اسمه الفن الإبداعي. نرجع إلى بقية الفنون نجدها أيضًا هي فنون إبداعي. فالكل متشابك متجاور. شكرًا جزيلًا. شكرًا جزيلًا. عندنا شاب عنده سؤال. تفضل. مع واسين الأعرج؟ لوليتا الروسي أصابع لوليتا هذا مع واسين الأعرج. حسب رؤيته للنص المخرج ورؤيته للنص. شوف احنا قسمنا طبعا بالتشابه والتطابق اصبح النص الفلسفي داخل النص الروائي هو مقارب ومشابه الى النص السينمائي. بالاقتباس اخذت الرؤية الاخراجية بنت افكارها على تأملات النص وليس على النقلة الحرفية للنص. فهنا تتحكم الرؤية الإخراجية ومدى قدرتها على الاقتباس ومدى قدرتها على توظيف النص. ولكن مع ذلك الآن الاتجاه الحديث هو يتجه نحو الفرادة والخصوصية للسينما. يعني إذن عملية أفكار تؤخذ من النصوص وليس النصوص حرفيا تنقل إلى السينما. الله يسلمك. شكرا للأخ الروائي الناقد عباس طلق الذي مزج بين رؤيته النقدية وبين معرفته بالإخراج التلفزيوني. حقيقة هذه المحاضرة أعدها من المحاضرات المهمة في اتحاد الأدباء لأنني اكتشفت أو وجدت ناقدا روائيا يمزج بين الرؤى النقدية القديمة على وفق اختلاف المدارس المذهبية، وأعتقد أن المخرجين قد أفادوا من المدارس بدءا من الكلاسيكية وانتهاء بالسريالية. السؤال، أنت خلال محاضرتك اكتشفت أنا أن هناك مسكوتا عنه السيناريو أو سيناريست كما يسمونه يستطيع أن يستخرج هذا وأن يقذفه بوجه المتلقي ولو لبرحة ولو لثانية. من الأهم، المخرج أم السيناريو في اختطاف هذه الخصيصة؟ وشكرا. شكرا. شكرا جزيلا. في العمل السينمائي طبعا هو عمل تضافري مبني على مجموعة أفكار لإخراج اللقطة التي يقول عنها المثل الصيني تعادل ألف كلمة. فلا أستطيع أن أستبعد السيناريو عن الرؤية الإخراجية ولا أستطيع أن أستبعد الرؤية الإخراجية عن كتابة السيناريو. زين أستاذ نانا، الخلق الصوري يعني التحويل الكلمة إلى صور، نانا مو يضح الكاتب السيناريو؟ يضعها كاتب السيناريو، واللي يضيف لها إبداع أو خلق جديد مثل ما قال دكتور عبد النور اللي هو المخرج بعد ما يجي يضيف السيناريو التنفيذي ينفذ الصورة. بالضبط. يعني هنا نحن نرجع علمه، هذا هو التداخل. يعني أنت تريد تجسد صورة، أنت تريد تجسد صورة، فهذه الصورة من تريد تجسدها بها أبعاد منه مشترك بها؟ مشترك بها المؤلف الأصل الابن الأولي الأول، ترحلت إلى الوسيط كاتب السيناريو ليضيف المعالجة والسيناريو، تترحل طبعا هذا المجهول أنا أعتبره فعلا هو الجندي المجهول، مدير التصوير اللي بعض الأحيان توقف عنده، يعني مو الجملة توقف عند المشهد تكوين للخلق، خلق صورة، الإضاءة تلعب دور، المكياج يلعب دور، ديكور يلعب دور،
خلفية الصورة. بعض الأحيان ما يباعوا لي ولا يباعوا للأخ. شوفوا ما شوف وين راحت 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 ما وراء الكادر. فإذا هذا التضافر هو اللي يساعد على خلق وتكوين الصورة. منو؟ نجيب أول كاتب سيناريو عربي. وأضيف لك كلمة طبعا، ورغم هو شهرته ومعرفته بالكتابة السيناريو، ويعني هو يعتبر كاتب رواية بامتياز يعني، لم أتدخل هو طبعا لم أتدخل في أي حرف أنا أكتبه مع صناع السيناريو. إذن شوف يعني يعني موضوع الحرفة، أنت موهوب، أنت كمبدع موهوب، ولكن تحتاج الحرفة السينمائية، لا بد منها. هي الحرفة أن تدخل في داخل العمل، أنت محتاجها يا أخي. لا يمكن أن تكتب سيناريو، لا يمكن أن تكتب سيناريو يعني أنت شاعر جيد، ولكن هل بالضرورة أن تكتب سيناريو مسرحية مثلا؟ طيني يا حل، أنت كاتب جيد يا أخي، أنا أدري بك أنت كاتب جيد. طبعا جانا سؤال إضافي اللي هو إن شاء الله ختام جلستنا به من والدي اللي هو الأستاذ المسرحي وقدوتي طبعا بالعشرة. أستاذي العزيز أنا راح أقول أستاذ ما أعرف بقدر يعني الكلمات الموجودة من هنا تخجلني والله غير نقاط يعني موجودة باللوحة السؤالي التبادر الذهني أنا ما كان بادر ذهني بس تبادر الذهني أكو هناك أفلام مسرحية نص مسرحي يعرض كفيلم. إحنا هل هناك فرق بين النص المسرحي الذي يقدم كفيلم وبين النص الروائي اللي يقدم كفيلم؟ وشلون يعالجون زمان المكان؟ وأكو أكيد أستاذ من العزيز هناك أفلام كثيرة تشايفها، فريد بس أريد أعرف هذه العملية شلون، هل تقدر يعني يستطيعون أن يوصلون فكرة المسرحية كما توصل في اللي تمثل على المسرح؟ نص المسرح يختلف عن الروائي. أنت أعرف بأستاذنا أنا المسرح أعرفه، لكنه سينما أولاد اثنين إن شاء الله عندهم أفلام وحصلوا على جوائز، لكن نريد أعرف الفرق بين نص المسرح الذي يمثل كفيلم والنص المسرح الذي يمثل كمسرحية. شلون نقدر نوصل الثيمة فكرة حدث حكاية اللي بالمسرح توصل إنه بالفيلم، لأنه راح حدد مكان الزمان. شكرا سوا. قصيدة لإسكندر بلوك حولها، هي تتكون من 12 شطر، حولها فيليني إلى فيلم قصير. طائر يسبح في الفضاء، الطائر قريب من منطقة الضوء، ايش راح ينعكس عندي؟ راح ينعكس ظل للطائر، أحس على أنه هذا يرفرف. هناك طنين من خارج هاي المنطقة، لا نعرف على أنه هل هو ريح هوجاء، هل هو عاصفة، هل هو اعتداء، هل هو رعد برق، ما ندري. إلى أن تصبح عندي مساحة واسعة مي أشبه بالمي تشكل به خارطة، لا نعرف هاي الخارطة هي من يعني هاي الخارطة، هل هي لينغراد، مشاكل لينغراد اللي حصلت، من هي هاي الخارطة؟ تنزل قطرات دم داخلها. طبعا هذه تذكرني بقصة زكريا ثامر، عنوان القصة شيلي، وقفت عند منعطف الدب عند منعطف الطريق دبابة، أطلقت
الإطلاقة الأولى فأسقطت الطير الأول، أطلقت الإطلاقة الثانية أسقطت الطير الثاني، أطلقت الإطلاقة أسقطت الطير الثالث، تألقات إلى آخره، وجيج بس عنوان شيلي، يعني وين ينقلك؟ نقلك إلى مصيبة شيلي وفخامة شيلي وما يحصل في شيلي من انتهاكات الأعمال. شوف هذا التخصص دائما، يعني من نريد نقول مسرح شكسبير، أنت ما تنظر إلا خشبة مسرح وجمهور، عنده زمن، عنده مناخ، عنده فضاء، عنده جمهور. من أجي آل للشاشة شلقة ألقى جمهور ألقى شاشة. الزمن عندي هل لا يختلف عن زمن المسرح؟ بكل تأكيد لابد أن تكون هناك فوارق، وإلا لماذا نقول الفن المسرحي؟ لماذا نقول الفن السينمائي؟ فهنا إذا حاولنا أن نمزج ما بين الفنين لخلق صورة، هنا عملية تكوين. ولهذا نرى بعض المخرجين الأبذاذ من يحاول من يتمكن من خلق هذا النموذج كما حصل عند كيراساوا، ينتقل باللوحة وينتقل بالمشهد وينتقل إلى قطعة موسيقية، ينتقل وإذا يخليني داخل فد ملحمة فيلمية وليس أنا أمام شريط سينمائي يتحدث عن حكاية واحدة، وإنما أنا مجموعة حكايات. شكرا جزيلا أستاذ عباس. ختامنا سينما إن شاء الله. احنا الجانب اللغوي الجانب اللغوي شوي سامحونا بي. شكرا جزيلا لحضوركم. في الختام تقديم شهادة شكر للأستاذ عباس، فيقوم بتقديم هذا الكتاب الدكتور باقر الكرباسي.